السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأولى بكالوريا، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومين اكس تي في للفهم والاستيعاب مادة الفرنسية المستوى الأولى بكالوريا. إذا تتمنى للجميع النجاح والتوفيق في المسيرة ديالهم الدراسية، بخصوص استعداد إن شاء الله لاجتياز الامتحان الجهوي في سبتمبر 2020 بأحسن نقطة. إذن كيف ما وعدتكم دائما غادي نركزوا بالخصوص على الرواية الشهيرة ديال أحمد صفريوي لا بواتا ميرفاي. هذه الرواية هذه اللي أغلب الجهات سوف تركز عليها. لا بواتا ميرفاي أحمد صفريوي هو تقريبا 90% من الجهات غادي تركز عليها، لأنها دارت في الدورة الأولى وجميع التلاميذ استوعبوها بشكل جيد في الدورة الأولى. وكذلك غادي نشوفو مع أنتيغون، ولكن حتى نركزو بشكل كبير على لا بواتا ميرفاي. المهم أغلبية الفيديوهات غتكون حول هذه الرواية دي، وغادي نشوفو اليوم واحد المثال ديال امتحان جهوي لأكاديمية رباط سلا زعير في 2015، اكزام ريجيونال اكاديمي دو غاباس. لاحظتوا؟ اذن اكزام ريجيونال اكاديمي دو غاباس على زعير سيسيون دو جوان 2015. اذن في هذا الفيديو الاول كيف هذا سوف نطرق الى شرح وتفصيل الأسئلة المتعلقة بهذا الامتحان الجهوي. هناك تقريبا 10 أسئلة في ليتود دو تكس، وكذلك برودي سكريت عليه 10 نقط، ولكن ركزوا بالخصوص على ليتود دو تكس، هو اللي مهم جدا. إذا نبداو نشرح لكم دابا الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، تابعوا معايا أيها التلاميذ الأعزاء. عندنا ما يسمى ب غوكوبي كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا سؤال في نقطة، وكذلك situer le passage dans l'œuvre dont il extrait في نقطة كذلك. إذن هذه تسمى contextualisation du texte. إذن أسئلة حول المفهوم العام ديال الرواية. recopier et compléter le tableau suivant. كيف ما تلاحظوا دائما تركزوا لكم على السؤال الأول والثاني على المفهوم العام ديال الرواية ديال لاباتا ميرفاي. تذكروا لكم مثلا titre de l'œuvre, auteur de cette œuvre, genre littéraire ou une autre œuvre du même auteur. إذن 100% غادي تجيبو جواب صحيح. نسيتي لو باساج دون لوف دونت ليكستري، هنا فين كاين المشكل باش يحطوا لكم مثلا سؤال مباشر، كومون سيتي لو باساج دون لوف دونت ليكستري. انا نوريكم واحد الطريقه ونوعيه ديال الاجوبه اللي يمكن لكم تحصلوا على النقطه بشكل فاسيل، بشكل سهل، وتحصلوا على جوج نقاط هنا في هاد لا كونتكستواليزاسيون دو نو كونتكستواليزاسيون دو تيكست. تعرفوا بان ايتود دو تكست عليه 10 نقاط، انتم دابا ضمنتوا جوج نقاط في لا كونتكستواليزاسيون دو تكست. اذا ما عليكم غير تعرفوا شنو هو تيتغ دو لوفر، شنو هو لوتور دو سيت اوفر، شكون هو، شنو هي لو جونغ ليتيرير، شنو هو اون اوتر اوفر دو ميم اوتور. تحفظوا بار ديفو تيتغ دو لوفر اوتور دو سيت اوتور، معناه هو الكاتب، لكن ناراتور او اوتور. فاش تقول لكم لو ناراتور برينسيبال راه حاجه اخرى، هذيك راه شخصيه من شخصي من شخص ديال الروايه. اما لوتور هو الكاتب، كاتب ديال الروايه. شكون هو الكاتب ديال الروايه؟ خصكم تعرفوا شكون هو الكاتب ديال الروايه ديال لاباتا ميرفاي. شي واحد ما عرفش الكاتب الروايه ديال لاباتا ميرفاي. تيتغ دو لوفر اوتور دو سيت اوفر جونغ ليتيرير اون اوتر اوفر دو ميم اوتور. إذا شنو هي النوعية ديال هاد لوفر جونغ ليتيرار، شنو هي النوعية الأدبية ديالها، و أون أوتر أوفر دو ميم أوتور. أون أوتر أوفر معناها أن أوتر رومون، معناها رواية أخرى من الرواية ديال الكاتب، نفس الكاتب. كما قلت لكم سيتيي لو باساج دون لوفر دونت ليكسترا، غادي نوريكم واحد الطريقة باش إلا صادفتم مع عند أنا تنهضر على الأكاديميات ماشي بخصوص أكاديمية اللي تنكون في ديال الرابعة سمور زعير رابع قنيطرة ولا الدار البيضاء 16، لا تنهضر على الرواية على الجهات كامل. إذا اللي صادفكم هذا السؤال ديال سيتي لو باساج دون لوفر دونت ليكستخي، سؤال مباشر ولا
كونسين مباشر، استشارة مباشرة. إذا في هذه الحالة خاصكم دير واحد النوعية ديال الجواب وتحصلوا على جوج نقاط ديالكم في لا كونتكستواليزاسيون دو تيكست. إذا الحمد لله فهمنا لا كونتكستواليزاسيون دو تيكست وحصلنا على جوج نقاط. المهم فهمنا الأسئلة اللي تتكون دائما في كونتكستواليزاسيون دو تيكست، السؤال الأول والسؤال الثاني خاص ما وقعش في خطأ فيهم نهائيا باش نضمن كمان على جوج نقاط في البداية. دابا ننتقلوا ما يسمى باناليز دو تيكست، تحليل النص. تقريبا فيه شي خمسة أسئلة ولا ستة الأسئلة، المهم هنا كاين تقريبا ستة الأسئلة من سؤال الثالث حتى السؤال الثمانية. فيه أسئلة حول فهم النص وكذلك الأسئلة حول اللغة لا لونغ. إذا انتبهوا معايا الله يخليكم، انتبهوا معايا في السؤال الثالث عندنا أكيل أوكازيون دون لوفغ. À quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'était-elle disputée avec Rahma et pourquoi change-t-elle d'attitude vis-à-vis d'elle dans ce passage? Il y a des questions à quelle occasion dans l'œuvre il y a des questions à quelle occasion dans l'œuvre il y a des questions à quelle occasion dans l'œuvre à quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'est-elle disputée avec Rahma et pourquoi. إذن هذا السؤال هذا ذكي، سؤال مقسم إلى قسمين، كاين سؤال متعلق بلوفر هو الشطر الأول من السؤال. À quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'était-elle disputée avec Rahma؟ تعرفوا بأن la mère du narrateur هو هي ليلى زبيدة تعاركت مع رحمة سا فوازين. كاين واحد سؤال هنا حاول بحال السيتياسيون دو باساج من قبل. Dans quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'est-elle disputée avec Rahma et pourquoi? Olimeda. Et pourquoi change-t-il d'attitude vis-à-vis d'elle dans ce passage? Olimeda a changé de fait le passage. Je vous l'ai changé de fait le passage. Et donc, comment je vous le dis? Je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu de temps. إذن هذا السؤال هذا خاص بالنسبة للرواية وكذلك بالنسبة للإكستراي دو تيكس. À quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'était disputée avec Rahma et pourquoi ولماذا et pourquoi change-t-elle d'attitude vis-à-vis d'elle dans ce passage. المهم خاصكم تعرفوا السبب ديال الانخصام اللي وقع ما بين لالا زبيدة ورحمة وعلاش بالضبط تغيرات علاش خلاها تغير من خلال هذا الباساج. بالنسبة للسؤال الرابع ركزوا معايا الله يخليكم، غولوفي استخرج. غولوفي معناه يستخرج من النص. غولوفي دون لو تيكست 4 مو. غولوفي دون لو تيكست 4 مو هو اكسبرسيون غولاتيف او شون ليكسيكال دو لو دولور. اذا خاصك تخرج من النص تقريبا اربعة الكلمات ولا أربعة تعابير عندهم علاقة مع الألم. La douleur معنى الألم. La douleur. Relevez dans le texte quatre mots ou expressions relatives au champ lexical de la douleur. بالنسبة للخامس، dans la phrase suivante، de quelle figure du style s'agit-il et quel est l'effet؟ إذن هما ركزوا في السؤال الرابع حول لو كور دو لونغ ديال الشون ليكسيكال. الشون ليكسيكال هي الحق اللغوي. وفي السؤال الخامس ركزوا على الفيغور دو سي، ودرت لكم واحد الفيديو وراه تقدر تلقاوه في لاشين ديال يوتيوب وكذلك في الفيسبوك لي فيغور دو سي اللي موجودين في البريمي باك، اللي موجودين هما برمجين في البريمي باك. كاين فيديو خاص في هذه القناة ديال يوتيوب يمكن لك تبحثوا عليه، راكين هذيك الشيء مفصل بشكل جيد. اذا دون لا فراز سويفون دو كيل فيغور دو سي ساجيتيل اي كيل لي في، شنو هو علاش دابا هذاك لو ناراتور ركز عليه. سيس دو بلوري تي نو ديشير لو كور، تي نو ديشير لو كور. اذا كيل دونك لا فيغور دو سي وعلاش حتى علاش استعملاتو هنا، كيل دونك سون لي. هنا سؤال السادس، لي فام بلور بور دو ريزون. لكن رجعنا دابا الاسئله ديال الاناليز، لاحظتوا كيفاش شي بدا
parfois تيلوح لكم الأسئلة ديال الفهم ديال الاناليز، وبارفوا تيعطيكم الأسئلة ديال اللغة. دائما في هاد الاناليز دو تكست تقريبا عليه 6 نقط. اذا جوج نقاط ديال كونتكستواليزاسيون، دونك كاين جوج نقاط ديال كونتكستواليزاسيون، كاين 6 نقاط ديال اناليز دو تكست فيهم الاسئله ديال الفهم وكذلك الاسئله ديال اللغه. راه هو هادشي، هاد البلان هذا هو اللي غادي تعطى لكم في الامتحان. عطاو لكم مثلا لا بوتي ميرفي، وعطاكم بحال الاسئله ديال الفهم وكذلك الاسئله ديال اللغه، من بينهم شون ليكسيكال والفيغور دو سي. ولحسن الحظ عندكم فيديوهات خاصه بهاد لاشين اون اكسكلوزيفيتي بين فيرات تام فهاد لاشين هادي ديال جو كومينيك تي في. فيها تقلبوا في هذيك القائمه ديال بلاي ليست ديال برومي باك الخاصه بكم نتوما، برومي باك ديال 2020، غتلقاو فيديوهات خاصه بالنسبه لي فيغور دو سيل من ا حتى لزي. وديك الساعه بارطاجيو الفيديو كيف ما بغيتو باش تفيدوا وتستافدوا. فهم؟ اذا les femmes pleurent pour deux raisons. استخرج مثلا relevez les deux raisons. استخرج السببين علاش les deux femmes pleurent. سؤال خاص بالتكس، ماشي سؤال ديال اللغه، سؤال خاص بالتكس. اما السؤال ديال اللغه هو 4 و 5. relevez dans le texte 4 mots ou expressions relatives au champ lexical de la douleur. خاص تعرفوا بان الشو ليكسيكال هو مفردات عندها علاقه مع لا دولور. جبد لي استخرج مفردات عندها علاقه مع لا دولور، مع الالم. إذن خاصك تفهموا السؤال بشكل جيد باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا، ماشي تلقاو في الامتحان جاوا الى دولور، تلقاو بزاف ديال لاجوا، تلقاو بزاف ديال الكلمات. المهم خاصكم تعرفوا شنو المعنى ديالها. اذا دون لا فراس سويفون دو كيل فيغور دو سي ساجيتي لي كيري لي في، هذا طرقنا ليه. لي فام بلور بور دو ريزون لي كيل، هادشي طرقنا ليه. En vous appuyant sur votre connaissance de l'œuvre, recopiez et complétez le tableau suivant. إذن في السؤال السابع تيقول لكم مثلا on vous appuie sur votre connaissance de l'œuvre. إذن في سمعتو on vous connaissance de l'œuvre، معناها خاصك ترجعوا الرواية بأسرها. Recopie complète le tableau suivant. إذن تي هاد السؤال هذا تيبغي يوريكم مثلا من l'œuvre بصفة عامة، بصفة عامة الرواية بصفة عامة. كاين لي بيرسوناج، كاين معلم عبد السلام، مولاي العربي، ولاله عائشة، ورحمة. هادو لي بيرسوناج، منهم برانسيبو ومنهم سكوندير. Le malheur ayant frappé chacun d'eux. Au coup, le had, on a une note de tacherouk. Le malheur, l'accident, la joie, le huzn. Malheur, Abdeslam. Les mada, malastrali. Sinon, le hadith est traité. Moulay al-Arabi, sinon, le hadith est traité. Laila Aisha, sinon, le hadith est traité. Rahma, kedelk, sinon, le hadith est traité. Friwe. Le malheur ayant frappé chacun d'eux. الحزن الذي ألمهم. كان معلم عبد السلام ماذا اشترى عليه معلم عبد السلام؟ مولاي العربي اشترى المولاي العربي، لالا عائشة اشترت لالا عائشة، رحمة اشترى لالا رحمة. المهم هادشي كامل خاصكم تعرفوه من خلال التحليل ديال الرواية ديال لاباطا ميرفي. ننتقلوا دابا للسؤال الثامن. إذن في السؤال 8 قال لك غولييي شاك إنونسي دو تكس دو لا كولون أ على لا سينيفيكاسيون كي لوي كونفيان دون لا كولون بي. إذن عطاكم هنا في التابلو دو كولون، كاين كولون الأول أو العمود الأول مختص بالتعابير إنونسي دو تكس، والكولون الثاني مختص بلا سينيفيكاسيون، معنى المعنى ديال النص، معنى ديال هذيك التعبير إنونسي دو تكس هي سينيفيكاسيون. زينب c'était volatilisé. Volatilisé, le sol l'avait englouti. Wesh, il y a parlé le respect des bonnes manières, la peine, la disparition, la peur de se perdre ou l'offrande. On a bien essayé comme chez Kirji. هاد زينب سيتي فولاتيليزي، لو سول لافي انغلوتي، واش عبر لو ريسبي دي بون مانيير، لابيل، لا ديسباراسيون، لا بور دو سو بيردر، ولا لوفراند.
Khadija promit au sein du sacrifié un agneau. Je mène le respect, la peine, la disparition, la peur ou l'offrande. Les affaires de l'angoisse, il me semblait que la bienveillance l'exigeait. Il y a une chose de la signification. Je n'aime le respect des bonnes manières. Je n'aime la peine, je n'aime la disparition, je n'aime la peur de se perdre, je n'aime l'offrande. Cette kalimat, c'est ma kalimat le miftah. Kalimat le miftah. اللي غادي تحاولوا تلقاو لها الحل بالنسبه لينونسي دو تيكست اللي عرفتوا بالضبط شنو هو لو ريسبي ولا بين ولا ديسباريسيون ولا بير دو سو بيرد ولا لوفراند هيجي لكم ساهل لينونسي دو تيكست تقدروا تعرفوا مثلا تقدروا يبان لكم شي نونسي غابر مثلا ولكن ثلاثه يقدروا يحلوه جوج يقدروا يحسموا اثنين فوالا اذا ما تركزوش بالخصوص على لينونسي دو تيكست ولكن ركزوا على لا سينيفيكاسيون المعاني ديال هذيك لا سينيفيكاسيون Le respect du bonne manière, la paix, la disparition, la peur de se perdre ou l'offrande. Donc, quand on a un question d'akhir fait l'analyse du texte, on va se retrouver sur les 7 points, on va se retrouver sur les 7 points de la contextualisation, on va se retrouver sur les 8 points, on va se retrouver sur les 8 points, on va se retrouver sur les 8 points. Maintenant, on va se retrouver sur les 8 points, sur les 8 points, sur les 8 points, sur les réactions face au texte. D'abord, on va se retrouver الجوج الاسئله الاخيره في النص الاخيره في هذا ايجيد دو تيكست هي فاس رياكسيون فاس تيكست معناها تعطيكم جوج اسئله تيطلبوا منكم بالضبط الراي ديالكم toutes les voisines se sont associées à Rahma dans son malheur. Quel sentiment cela suscite-t-il en vous? Répondez en deux ou trois phrases. إذن هنا كاين واحد النوع ديال التضامن كاين واحد النوع ديال التضامن ما بين الأسرة المفجوعة رحمة وما بين الجارات toutes les voisines se sont associées à رحمة dans son malheur. إذن شنو الإحساس ديالك من خلال هاد الصورة ديال التضامن toutes les voisines se sont associées à رحمة dans son malheur. Quel sentiment cela suscite-t-il en vous? Répondez en deux ou trois phrases. Deux ou trois phrases, mais maximum trois médias. Pour avoir un enfant, Khadija a consulté les guérisseurs, les frères et les sorciers. Quel jugement portez-vous sur cette pratique? Justifiez votre réponse en deux ou trois phrases. Pour avoir un enfant, Khadija, elle a une charsie tenaouya. فريوي ديال لاباط ميرفي زعما سفريوي اذن بوغ افوار ان انفون خديجه اكونسلتي لي غيريسور وكذلك لي فخي هو لي سورسي هو الى اخره سحاره الى اخره باش تحصل على طفل بالنسبه لك شنو هو الراي ديالك في هذه المساله كيل جيجمون بورتي فو سور سيت براتيك جوستيفي فوت ريبونس اون دو تخوا فراز دابا في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الاجابه ديال هاد الاسئله ديال ليتود دو تيكست باش تفهموها بشكل جيد. اذا الله يخليكم بارطاجيو الفيديو بارطاجيو لا شين بارتو دون لو موند باش كلشي يستافد. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه جوكم ان تي في للفهم والاستيعاب خاصه سكسي باك 1 لفائده التلاميذ اولى بكالوريا لاستعداد الامتحان الجهوي المقبل 2020 وان شاء الله تكونوا من الناجحين. وكذلك هذه الفترة هذه اللي تتمر من المغرب الحبيب يدوز بسلام ونمروا من هذه الجائحة ديال الكوفيد 19 بسلام. يلا كان معكم يوسف دلال من خلال شاشة جوكوميك تي في. إلى اللقاء في فيديو قادم. تابع هذا الفيديو هذا فيه تفصيل ديال الأجوبة كيفية إجابة على الأسئلة ديال الفهم وكذلك فهم اللغة و contextualisation de texte ou l'analyse du texte ou réaction face au texte. Peut-être à cela, 10 points. Et là, au revoir.